السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف ألف خير. مرحبا بكم في القناة ديالنا اللي هي سعيدة ايفيدونس. لا شك أنكم من العشاق ديال القصص الواقعية، داكشي علاش حاولت نقربكم من واحد القصة اللي كلها عبرة، خصوصا الشباب المقبلين على هاد الدومين هذا ديال تسربايت أو بيان السياحة بصفة عامة. حيت هاد القصة ما كتعنيش كو السربايا، مي هاد المشكل هذا اللي غادي نعاود ليكم عفوا، وقع الناس ديال الريسبسيون، كيوقع للشيافار وكيوقع للسربايا. المهم القصة ديالنا هي كالتالي. الشخصية ديال القصة هي بطبيعة الحال السرباي كما شفتو في المينياتور، وواحد العائلة أجنبية اللي كتكون من أب وأم وطفلين، اللي للأسف هو أن هاد العائلة هادي أجنبية لكن ذو أصول مغربية. مي جامي ضلابي أنك تشك ولو للحظة أن دوك الناس مغاربة نهائيا، بحكم أنهم عاشوا واحد المدة طويلة على برا. والله فغيمو ما تشكش نهائيا أن دوك الناس مغاربة، كيبانو كور 100%. المهم وهنا فين كاين المشكل، ولكن كما قلت لك غيكون مفاجآت في هذه القصه. تفرجت على الاخر، كنتمنى ما تملش، كنتمنى ان الالقاء ديالي يكون زوين. المهم كيف العاده، عائله اجنبيه هابطه في اوتيل، وصل الغداء، هبطوا باش يتغداو، جلسوا في الريستوره، جا سيرفير بطل لهاد القصه. جا سيرفير، نسيت قبل واحد الحاجه ما ذكرتهاش لكم، وان الاب ديال هذوك الوليه ديال البنيه او رب الاسره ديال هذيك العائله قرع، وي اصلع قرع، ما عنده تزغبه في الراس. ما عليناش، كما قلت لكم هبط يتغدى او هبطوا يتغداو. جا سيرفير كيف العاده يدير خدمتو، جاب لهم الميني ديالهم، حط لهم لاكارت وبيان ميني. المهم عطاهم واحد المهله انهم يختاروا الشوا ديالهم في الماكله اللي بغاو، اختاروا داكشي اللي بغاو، مشى لونسا الكوموند ديالو، جاب ليهم لي زونطري اللي كتكون من طبيعة الحال مقبلات، و اسمحوا لي مقبلات شلاضة سلاضة بصراحة. وكيف العادة كاين واحد البروتوكول في الريستوراسيون، وانك ملي كتبي تسربي خاصك تسبق المرأة، الا كانوا الوليدات خاصك تسبق الوليدات هما الاولين، كانوا الناس كبار خاصك تسبق الناس كبار هما الاولين، عاد الوليدات عاد المرأة عاد الراجل. هذا بروتوكول معتمد عليه او معتمد به في الريستوراسيون، شي حاجه تلاقى استخونوم هكا. ما عليناش، حط الوليدات بحكم انهم هما الاولين، حط الوليدات، حط الام، وجات عند الاب ويحط ليه ويقول ليه هاكا القرع تاكل فيه جغديد. قالها وكيقولها بديك الابتسامه اللي هذا خطأ كبير كيديروه بزاف لي سيرفور. فريمون انا خدمت في لا ريستوراسيون وشفت بزاف ديال لي سيرفور، صراحه الله يسمح ليهم كيديروا هاد الجيست هذا، هو انهم كيقدروا يسبوا الكليان بواحد الابتسامه، الكليان حتى هو كتبان له غير الابتسامه، ما كيفهم حتى حاجه، كيعاود حتى هو يردها لك بالابتسامه. المهم كيحط له ويقول ليه هاك القرع تاكل فيه الجغديد. كيدور سيرفور كيمشي وكيسمع كراخ تاع الضحك، دوك الولاد كيضحكوا من ماشي من قلبهم، المهم كيضحكوا بالجد. سيرفور ما فهم والو، قال عادي الناس كتضحك ما على بالوش. مشى سالو الناس، سالو لونطري ديالهم، جا دي براسة، جاب لهم السويت ديالهم،
ولا البلا برانسيبال. وعاوتاني عاود نفس القضية، هو أنه حط الوليدات، عاود حط المرأة الأم، وجات لعند القرع ويقول لي هاكا القرع تاكل فيه جغديد، وكتعاود نفس اللقطة، وأنه غير كيتفاوت وكيقولوا الدراري كراخ الضحك 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 الضحك، كيضحكوا بالجد. مهم ما عليناش، الناس كلات السويت ديالهم، سالاو البلا ديالهم اللي نورمالمون كيتكون، كنقولوا حنا الطبق الرئيسي طاجين و ايتترا شي حاجه بحال هكا. الوقيته اللي جاي دي براسه وجات لعند القرع ويقول لي القرع شكرا هادشي عندكم زوين. وهنا فين كانت الصدمة، وانا سرباي ما عرف راسو باش تبلى، فريمون ما عرف راسو باش تبلى، سكت ما عرف ما يقول، دي براسه ودارو زاد مشى غادي كيترعد صافي برا خدمه مشات. يكفي ان تجي شي ريكلاماسيون عند كليان، باي باي يا الحباب. الباب ارى الباب سعيد، ما عليناش. مشى السرباي للكوزينه غادي كيترعد، كاع اللوان ولاو فيه، حدايا واحد السينتا كتلون ما كراش نزل نوريها لكم، تقريبا بحال هكاك ولا وجه تري ما عرفش باش تبلع. جاك يقولوا لي الدراري امالك صاحبي اش واقع، خبى عليهم حتى حاجه، حتى هو جاهم من الاخر عارف اش داير. راه صافي هادي الاخره ليا، مالك صاحبي اش واقع، اش درت واش درت واش درت واش درت. او ماي جاد، بقى ليهم الديسير، صيفط واحد صاحبو قال لي دير ليهم الديسير. هذاك صاحبو هز لي بلا ديال الديسير وداهم، وقف عند الطبلة ويقول له هذاك الكليان القرع، قال لي لا ما تحط حتى حاجه، قال له ما تحط حتى حاجه، غادي ترد هذاك البلاطو وتعطيه لصاحبك وهو اللي غيجيو، وقول له داكشي اللي دار غيعاود يديرو، داكشي اللي دار الولد سيرفر ثاني هو رد البلاطو قال لي والو راه قالوا ليك خصك تجيب البلاطو لينا وداكشي اللي درتي تعاود ديرو. ما عند الميت ما يدير قدام غسالو، خدم شو هاديك خصو يديرها، شد البلاطو غادي تخلطت عليه خلعة وضحكة وهذا، سرباه بنفس الطريقة ويقول له هذاك القرع قال لي شوف غادي تقول داكشي اللي كتقول، جاب التفصيل تاع عند القرع ويقول لي هاك القرع تاكل فيه تاكل فيه الجديد. وداك يضحك دار عاوتاني نفس اللقطة كراخ بالضحك. ما عليناش، جا دي براسة. المهم السيد كيما قلت لكم راه صافي كيقول هادي هي الاخرى اليوم نخرج، عيطوا لي في التليفون فلان صافي مبقاش. جا الوقت ديال الخلاص لا ديسيون. الوقت اللي بغي جاب ليهم الفاكتوره ديالهم وهذا خلصوا، الوقت اللي بغي يمشيو هما يعيطوا له، جا عندهم السيد جاي مخلوع واصله فيه، ما عرف ما يقدم ولا ما ياخر. لكن المفاجاه هنا كما قلت لكم في الاول ديال القصه، وان داكشي اللي كتسناو ماشي هو اللي غيكون في الاخر ديال القصه، رب الاسره كيفاجئ هذاك السرباي بواحد لونفلوب اللي فيه واحد القدر تاع الفلوس، عطاها ليكم ان بوروار، اي بوروار سبو شبع فيه الزبان وعطاه البوروار من الفوق ويقول له شوف انا ما غناخذ ضدك حتى اجراء، ما غنقول للاداره حتى حاجه، وهذه ديالك تستاهلها حيت اخترتي انك
ضحك لي يا ولادي اللي عمرني، قال له عمرني ما شفت ولادي كيضحكوا بهذه الطريقه هذه، ديما يطالع عليهم الدم، ديما يطالع عليهم الدم، ديما غير مغوبشين، لكن اليوم استطعت انك تخرج لهم الضحكه ديال الصح. المهم القصه ديالنا سالات، وكما قلت لكم هي عبره اكثر ما هي قصه، عبره للناس اللي جداد اللي داخلين لهذا الدومين هذا، انهم يحاولوا يردوا البال ويعرفوا معاه من كيتعاملوا. وكما قلت لكم هذا راه اشكال اللي وقعوا فيه بزاف الناس، وقعوا فيه الشيافر، وقعوا فيه الناس ديال لا ريسبسيون، بزاف 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 الناس. انا بحد ذاتي وقعت في هذا المشكل هذا، مي بحكم كنت عارف هذه القصه وهذا خلاتني انني عمرني نحاول انني نطيح من قيمتي كليان، او المهم كنحاول انني ندير خدمتي. ما عليناش، اخر حاجه غنقول لكم هي واحد النصيحه، نصيحه للدراري ديال الريستوراسيون. هاد النصيحه هي خويا او اختي، الا كان هاد الدومين ما عجبكش حاول انك تخرج، خرج منه، سير بدل الحرفه، ماشي تبرد ضغطيتك في الكليان. الكليان ما دار لك حتى حاجه، كما بيكون نوعو الكليان ما دار لك حتى حاجه، الكليان ما مديش ليك، ما مديش ليك رزقك، باش نكونوا فاهمين على هاد النقطه هادي. انت اختارتي هذا الدومين، ونهار اختارتي ماشي بازيتي على انك تكمل صاليرك بالبورفوار بز، لا، نهار دخلتي تخدم في شي إدارة أو أوتيل أو شركة اللي عندها علاقة بالسياحة، اتفقتي معاهم على واحد الصالير باش دير واحد الخدمة. هادشي علاش أخويا، إلا دخلتي تخدم دير خدمتك، أعطاك الكليان شي حاجة مرحبا، ما أعطاكش ما تبردش فيه غضيدك. عندك شي مشكل شي فكو مع الإدارة، ما عجبكش الصالير خرج بدل الحرفة، هذيك الخدمة راك كتخلص عليها.